السلام عليكم متتبعين قناة زيم كويزين فاسيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طريقة تحضير الكغاطون بالبطاطا. كتجي ساهلة بزاف وكتجي زوينة، الانسان يقدر تبدلو هكا بشلاطة الا كنتو غادي تقليو هكدا شي حاجة كوتليت ولا بواسون بانيي ولا المهم شي حاجة كتشونجيو بشلاطة. المهم كنحتاجوا لهاد الوصفه هذه، كنحتاج 400 غرام ديال البطاطا. انا غسلتها وقطعتها قشرتها وغسلتها ونقيتها وغسلتها على هذا الشكل. هذا عندي هنا الكوزه، عندي نص سطر ديال الحليب هكذا البنش، عندي هنايا سميتو الابزار والملح حسب الذوق. عندي 200 غرام ديال لاكريم فريش، 40 غرام ديال لاكريم فريش، يعني جوج بواطات. وعندي شويه ديال الثومه، واحد الدريس ديال الثومه. لاكريم فريش على حسب الذوق، اللي عنده يقدر يديرو، اللي ما موجودش ما تقدروش ما ديروش، ماشي مشكل، ديروا غير الحليب. عندي هنا 200 غرام ديال الفرماج غابي، هذا فرماج محكوك. وعندي واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، واحد المول بحال هكذا اللي غادي ندير فيه البطاطا الغراتان ديالي. ندوزو لطريقه التحضير. المهم انا عندي سميتو البطاطا غادي نقطعها بواحد المول بواحد ماكينه بحال هكذا، واللي ما عندوش هاد الاله موجوده ماشي مشكل، يقدر يقطع بالموس. قطعتها على هذا الشكل هذا، هذه كتجي ساهله دغيا كتسربي، واللي عندي الماكينه ديال الضو حسن كاع. كنستمر بحال هكدا حتى كنسالي كاع هاد البطاطا اللي عندي. كنسرح داك الزبدة كلها هكدا في المول، من بعد غادي نبدا نستف البطاطا. كنستف البطاطا كاع في هاد المول حتى كيتغطى ليا المول. كتجي ساهله وما كتسديش حتى الوقت هكذا في توجد دغيا كتوجد. بعد ما غطيت المول بحال هكذا كندير شويه ديال الملحه سميتو الابزار، هكذا وندير شويه ديال الملح. هكذا وكندير الفرماج، كندير الطبقه الثانيه. المهم كنبقى مستمره بحال هكذا، كندير طبقه ديال البطاطا وكندير الابزار والملح، ونولي ندير عاوتاني هكذا وسميتو الفرماج عاد، وكنولي عاوتاني ندير طبقه ديال سميتو البطاطا حتى كنسالي كاع هاد البطاطا اللي عندي، وكنبقى غادية بحال هكا.
لوغي بزاف. الملح الفرماج غربي. من بعد ما سالت البطاطا كتجي على هذا الشكل هذا، من بعد غادي ندير الحليب على هذاك لا كريم فريش. غادي نحط عليه شويه ديال الهنده، على هاد الشكل. غادي نخلط مزيان هذوك العناصر. دابا غادي نكبهم فوق ديك البطاطا اللي عندي. على هاد الشكل هذا، هكذا باش كيتخلط كلشي. غادي نزيد لها الفرماج من الفوق. من بعد ما درت ليها هذاك الفرماج، دابا غادي ندخلها للفوق. غادي نغطيها ببابي الومنيوم وندخلها للفوق حتى طيب، ونتلاقاو ملي طيب الكراتان. الكراتان ديالي من بعد ما طابت ووجدات كتجي بحال هذا الشكل هذا، كتجي محمره زوينه. ها نتوما كتشوفوا، نوريكم كيفاش جات. هانتوما كتجي على هاد الشكل هذا، كتجي طيبة وزوينة كتشهي. كنتمنىكم تجربوها، وإلا عجبتكم الفيديو بارطاجيوها، أبوني في لاشين ديالي. نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.